حبيبي اخباركم ايه؟ السلام عليكم ورحمة الله. رجعنا لكم تاني في فلتر تانك، قدامي اهو اوريه لكم. فلتر تانك ده يا جماعة كل العيلة كلها خدت من عندي الفلتر، لا جابت زي يعني مش من عندي، خدت من عند صديقي كمال وكيل فلتر تانك، اللي هو الشركة أمريكية مصرية ومصنعها في مصر مقرها في مصر، هي اللي بتوزع على الشرق الأوسط وكده. كله خد الفلتر لما شافه عندي وجرب المية. طبعا في فرق كبير، عارفين في ناس بتقول لك مية المغرب حلوة مش محتاجة فلتر، مية المغرب جميلة وكل حاجة، بس في مناطق المية فيها شوية مالحة، لأن المغرب مش كلها بتشرب من نهر واحد زي ما احنا عارفين. المغرب فيها ما شاء الله 35 نهر ووادي، وكل نهر ليه العذوبة بتاعته وفي نسبة أملاح معينة. فمثلا زي أزمور وكازابلانكا قلنا قبل كده المياه فيها، يعني أنا في رحلة الصويرة قعدت على القهوة في أزمور، لا لقيت المياه طعمها غريب، يعني لازم فلتر، لازم على الأقل 6 مراحل أزمور، أو من 7، يعني 7 مراحل من 6 وأنت طالع، 6 أو 7 فلتر برو. يعني يعتبر أحدث فلتر في العالم هو الفلتر ده، 6 مراحل في شكل واحد جميل. تعالوا نشوفه مع بعض. ما شاء الله فلتر تانك برو ده بتاع حماتي، ونسيبتي خدت كله، خد كله اشترى اهو. ده 6 شمعات، يعني دول كده 6 فلاتر فيه. والجميل فيه ان هو فيه مؤشر بيدي لون احمر، يدي لك لون لما يعني عشان تعرف ميعاد تغيير الفلتر امتى. دي حاجة جديدة لسه اول مرة في الفلاتر. ايه شوف بقى الشكل بتاعه عامل ازاي، بتلف 360 درجة. الشكل ديالو شيك على شكله جميل عن اللي عندنا الثلاثي جوه ده، المكان اللي هيبقى يبين فيه المؤشر لما نحط الفلتر. الرعد قوي جدا من الصبح والمطر. تعالى ناخد جولة كده في المطر، بقالنا زمان ما شفناش المطر. الغرض يا جماعة من الجولة دي ان احنا نشوف البنية التحتية في شوارع المغرب، في تمارة وفي الرباط وقت سقوط الامطار، عشان عاجبني جدا موضوع ان الدولة بتستفيد من كل قطرة مياه بتنزل من المطر، على طول بتروح على السدود، على المجاري بتاعتها، على السدود اللي معمولة في المغرب في كل مكان ما شاء الله. حاجة جميلة جدا، نتمنى تكون في كل الدول، يعني بنسبة 90% او 95% مية المطر بتختفي تماما بعد سقوط الأمطار بحوالي 5 دقائق، يعني 5 دقائق بتبقى مختفية، يعني بعدها بنص ساعة تبقى الأرض ناشفة خالص أكيد ما فيش مطر. هنشوف مع بعض يلا بقية الجولة.
على الشوارع بعد ساعة ونص من هطول الأمطار. بس ده اللي طبق ما شاء الله كل القطرة على السدود على طول، حاجة جميلة جدا طبعا. واقف في المحل، المطر رجعت تاني ما شاء الله.